دكتور، ما هو مرض الكلى المزمن وايه اعراضه وايه افضل علاج له؟ مرض الكلى المزمن اللي هو المرض اللي بيصيب الكليه على مدى اكتر من 6 شهور، يعني المريض بيتعالج منه ومش الفرق بينه وبين الحاد اللي هو اللي بيحصل بسرعه في خلال اسبوع او 2، وبعد كده يتحسن منه المريض. انما المزمن اللي هو بيبدا اكتر من 3 شهور لمده 6 شهور يبدا يتعاجل منه ويبدا في يحس في قصور في الكلى وفي قصور في وظائف الكلى، ويبدا يعاني من مشاكل تجمع السموم في جسمه، لان وظيفه الكليه زي ما انتم عارفين ان هي تنقيه الدم من السموم اللي موجوده. فالسموم لما بتتراكم بيبدا العيان يعاني بقى من الشحوب، يبقى لونه شاحب، مجهوده يقل، ما يقدرش يعمل مجهود، يتعب بسرعه، يبدا يعمل حيظهر عليه مشاكل في الجلد، مشاكل في الجهاز الهضمي، يبدا ممكن يتآية كل شويه، يرجع من ارتفاع نسبه البولينه في جسمه، يبدا المريض ممكن ينهج نتيجه تجمع الميه في جسمه، الميه ما بيقدرش يخرجها كويس. فطبعا ان المرضى دول مهم ان هم يهتموا بقى بصحتهم من ناحيه الملح، لازم يقللوا الملح كويس عشان الميه ما تتجمعش ويبداوا ينهجوا. النقطه الثانيه يحافظوا بقى في الاكل بتاعهم، ما يزودوش البروتينات، لان معظم البروتينات دي بتتحول في الاخر الى سموم، المفروض ان الكليه هي اللي بتخرج، فالكليه فيها قصور مزمن. فالمريض المفروض ان المريض يبدا يحافظ، يقلل كميه اللحوم عشان السموم تقل. نمره 2، المفروض ان هو يحافظ على الادويه اللي بياخدها، لو اي ادويه بياخدها لازم يخلي باله هل هي بتضر الكليه، هل هي بتزود مساوئ الكليه اللي عنده ولا لا. لو بتضر الكليه يبقى ما بياخدهاش، او بياخدها في حدود جرعات معينه تتماشى مع موضوع الكلى اللي عنده. النقطة الثانية انه يلتزم بمتابعة الطبيب، لانه مهم قوي متابعة الطبيب. السكر اللي هو لازم يظبطه كويس، الضغط لازم يظبطه كويس، كل الامور اللي هي العوامل الاخرى اللي بتؤدي الى تدهور وظائف الكلى المفروض انه يبدا يتعامل معاها ويحاول يحافظ عليها على اساس انه يحافظ على وظائف الكلى بتاعته الى اقصى حد. شكرا يا دكتور. العفو يا فندم.